بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 63. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأطعمة جمع طعام، المراد به ما يتغذى به، والمراد بهذا الباب بيان ما يحل منها وما يحرم. وهذا باب مهم جدا، لأن الأطعمة التي يتغذى بها الإنسان يتربى منه جسمه وتتأثر بها أخلاقه وأفعاله، لها تأثير إذا كانت أطعمة مباحة وحلالا طيبا، فإن ذلك يغذيه تغذية طيبة ويؤثر في أخلاقه وسلوكه تأثيرا طيبا. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر بالأكل من الطيبات، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فدل على أن التغذي بالمحرمات يمنع قبول الدعاء. فالمسافر مع أنه في حالة فقر واحتياج إلى الله لتعبه في السفر أشعث أغبر من السفر، فحالته حالة افتقار مظنة الإجابة، ولكن منع من قبول دعائه أنه يتغذى بالحرام. هذا خطر شديد، يجب على المسلم أن يتجنب المحرمات، لا يأكل منها ولا يلبس ولا يستعملها، وأن يتحرى الطيبات من الرزق وهي المباحات التي أباحها الله لعباده، وفيها غنى، فيها غنى عن المحرمات. فإن الله لم يضيق على عباده بل وسع لهم الأرزاق وأباح لهم المكاسب وأنواع المنافع، ولم يحرم عليهم إلا ما فيه ضرر عليهم رحمة بهم وإحسانا إليهم. من أشد المحرمات الربا،
قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. والله تعالى أعلن الحرب، الله أعلن الحرب على المرابين، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فالمرابي محارب لله سبحانه وتعالى. ومن أنواع المحرمات وأشدها خطرا الرشوة، وهي ما يدفع إلى الموظفين الذين يقومون بأعمال الرعية، فإذا قدم لهم شيء من قبل أصحاب المعاملات أو أصحاب الحوائج ليقضوا حوائجهم وينجزوا معاملاتهم دون غيرهم ويقدموهم على غيرهم، أو أشد من ذلك أن يزوروا لهم الحجج فيأخذون بها بغير حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، في رواية والرائش، وهو الذي يسعى بينهما. وكذلك من المكاسب المحرمة ما يحصل عليه الإنسان بالخصومات الفاجرة، يخاصم عند الحكام بحجج باطلة مزيفة ليأخذ أموال الناس ويتغلب عليهم، ويقول: أنا أخذت هذا بحكم شرعي، وهو يعلم أنه أخذه بحجة باطلة وشهادة زور. فإن هذا من أعظم المحرمات وأعظم الظلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وكذلك من أنواع المحرمات الغش في المعاملات، تدليس والكذب في بيع السلع، وستر العيوب عن المشترين، والمزايدات الباطلة التي لا حقيقة لها، وهو ما يسمى بالنجش، يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما لأجل أن يرفع قيمتها على الزبائن. كل هذه معاملات محرمة ومكاسب خبيثة. وكذلك أخذ أموال الناس ظلما وعدوانا بالغصب والسرقة والخيانة وغير ذلك، والحيل وغير ذلك، فإن هذه كلها مكاسب خبيثة ومطاعم محرمة، سواء أكلها أو لبسها أو لم يأكلها ولم يلبسها، وإنما حازها عنده وظلم الناس في حقوقهم، فإنه لا بد أن يقتص منه يوم القيامة، وترجع المظالم إلى المظلومين، ليست دراهم ولا دنانير ولا أموال ولا ثياب ولا، لكن حسنات تؤخذ من حسناته يوم القيامة، وربما تنفد حسناته للغرماء فيلقى في النار والعياذ بالله. فالأمر خطير جدا. فأمر الأطعمة أمر مهم جدا، لكن المصنف يقصد بهذا الباب بيان الأطعمة المحرمة لذاتها، وهي الخبائث أو الأشياء التي تضر، الخمر والميتة ولحم الخنزير
وكل ما هو خبيث. فهذا موضوع هذا الباب، بيان الأطعمة المحرمة لذاتها أو لصفاتها. أما المكاسب التي هي محرمة من أجل الطريق الذي جاءت منه كالربا والسرقة وظلم الناس، فهذه لها أبواب سبقت، في باب الغصب، في باب الغش في البيع والتدليس في البيع، سبق بحثها هناك. وكذلك في الخصومات يأتي في باب في كتاب القضاء يأتي بيان الخصومات المحرمة. لكن المراد بهذا الباب بيان المواد التي هي محرمة لخبثها وتأثيرها، كالميتة والدم، لحم الخنزير، وما أشبه ذلك من المواد الخبيثة، سواء من الحيوانات أو من غيرها كالسموم وكالمسكرات والمخدرات، كل ما يتغذى به الإنسان وهو كسب خبيث أو مادة خبيثة في ذاتها. نعم. باب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. الأطعمة نوعان، حيوانات يعني لحوم وغيرها كالحبوب والثمار وسائر ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار والفواكه وغير ذلك. فالحيوانات تنقسم إلى قسمين، حيوانات برية وحيوانات بحرية، وهي الأسماك بأنواعها. حيوانات البرية الأصل فيها الإباحة، إلا الميتة، ما مات منها بدون زكاة، أو الأشياء المفترسة كالسباع من البهائم ومن الطير التي تفترس وتصيد بنابها أو بظهرها. قد حرم صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وكل ما يفترس من الطيور أو من السباع فإنه حرام لخبثه، ولأنه يؤثر على آكله، فتكون أخلاقه كأخلاق السباع في الاعتداء والظلم. وكذلك ما كان خبيثا في ذاته كالكلب والخنزير، هذه محرمات لأنها خبيثة ولأنها مضرة، تورث أمراضا الجسم، فهذه من حيوانات البر محرمة، وما عداها فهو حلال. وأما حيوانات البحر فإن وهي ما لا يعيش إلا في البحر فهي حلال كلها بأنواعها، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البر كله، صيد البحر وهو ما لا يعيش إلا في البحر من أنواع السمك والحيتان، هذه حلال كلها، إلا أن بعض العلماء يرى أن ما كان له نظير محرم في البر كالحية والكلب، ما كان له نظير محرم في البر فإنه يحرم. ولكن الصحيح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر فإنه حلال، لهذه الآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه. نعم.
وهي نوعان حيوان وغيره، فأما غير الحيوان فكله مباح. غير الحيوان من الحبوب والثمار والنباتات الأصل فيه الإباحة، إلا ما ثبت أنه يضر كالسم، أنواع السموم، النباتات الضارة التي فيها سموم هي حرام. قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك النباتات التي تسكر أو تخدر هذه حرام أيضا، لأن المخدرات تؤخذ من النباتات ومن الحشائش والأشجار، فإذا كان هناك نبات يخدر فإنه حرام شديد التحريم، أو يسكر لمن تعاطاه، أو يفتر ويلحق الضرر مثل الدخان. دخان نبات لكنه يضر بالجسم ويورث الأمراض كالسرطانات وأنواع الأمراض، ويفتر، وإذا فقده صاحبه فإنه يتأثر ويصاب بالدوران والإغماء والإدمان، فهو حرام أيضا لضرره وخبثه، لأن الله أمر بالأكل من الطيبات، ومفهومه النهي عن الأكل من الخبيث. نعم. فأما غير الحيوان فكله مباح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، لقوله سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية فيها أن الأصل في النباتات الإباحة، ولا يحرم منها إلا ما استثني لضرره أو خبثه فإنه يحرم. نعم. إلا ما كان نجسا فإنه حرام. كذلك النجس، النجس حرام، لا يجوز أكل النجاسات لأنها خبائث تضر بالجسم وتؤثر على الخلق. نعم. إلا ما كان نجسا فإنه حرام الأكل. نجس أو مضر فإنه يحرم أكله. نعم. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية أكفئوها فإنها رجس. الحمر الأهلية حرام، لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم إنها رجس، والرجس معناه النجس، فدل على أن كل نجس أي أنه حرام، كل نجس فإنه حرام، لأن الحمر الأهلية إنما حرمت لنجاستها. نعم. فقال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والخمر ما خامر العقل وغطاه، يسمى خمرا ويسمى مسكرا، هذا حرام شديد التحريم سواء كان مائعا أو جامدا. والميسر هو القمار، الميسر هو القمار، وهو المغالبات الباطلة التي يحصل منها الإنسان على مال بدون تعب وبدون مقابل، بل بالمغالبات والمراهنات، المراهنات الباطلة، هذا هو الميسر. وهذا الشاهد من أما الأنصاب مراد بها الأصنام التي تنصب للعبادة، والأزلام هذا معروف عند أهل الجاهلية أنهم يقتسمون بالأزلام، بمعنى أنهم يأخذون رقاعا يكتبون عليها افعل أو لا تفعل، والثالث لا يكتب عليه شيء غفر، ثم يضعونها في كيس، فإذا أراد الإنسان يعمل عمل وهو متردد فيه فإنه يستقسم بالأزلام، بمعنى أنه يدخل يده في الكيس فيخرج رقعة لا يدري ماذا عليها، فإن رأى عليها افعل
فإنه يجزم على ما تردد فيه من سفر أو زواج أو غير ذلك. وإن رأى مكتوبا عليها لا تفعل فإنه يعدل عما هم به. وإن خرج لا يكتب عليه شيء، لم يكتب عليه شيء، فإنه يعيد الاستقسام مرة ثانية. فالله أبطل هذا، سماه رجسا من عمل الشيطان، وأبدله بصلاة الاستخارة. الإنسان إذا تردد في فعل شيء، في زواج، في شراء شيء، ولا يدري هل هو من صالحه أو لا، وهو متردد هل يقدم أو لا يقدم، فإنه يصلي ركعتين نافلة، وبعد الركعتين يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، خيرا لي في معاشي وعاقبة أمري، فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه شرا لي في معاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. هذا الذي شرعه الله عندما يتردد الإنسان، صلاة الاستخارة. وكذلك يستشير أهل الخبرة، المشورة طيبة، يستشير أهل الخبرة والرأي بدلا من الاستقسام بالأزلام: إنما الميسر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم. والرجس اسم لما استقدر، والنجس مستقدر. الله حرم هذه الأشياء لأنها رجس، والرجس النجس، فدل على أن كل نجس إنه حرام. نعم. وقد أمر في أثناء الآية باجتنابه بقوله فاجتنبوه. نعم. فدل على تحريمه، على تحريم الخمر، وأمر باجتنابه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر أتلفها وشقق أوعيتها وسالت في الأسواق وأهدرها صلى الله عليه وسلم، دل على أن الخمر حرام، لا تباع ولا تشترى ولا تصنع ولا تروج. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، لعن عاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، إلى 10 أنواع ممن يتعاطونها أو يتعاونون على تعاطيها، لعنهم صلى الله عليه وسلم. نعم. والمضر حرام أيضا لضرره كالسموم ونحوها. فالنجس حرام لنجاسته من كل شيء، من شراب أو مأكل. والمضر حرام أيضا لضرره، قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قوله سبحانه وتعالى وقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالشيء المضر الذي يضر بالجسم أو يجني على الحياة يسبب الموت حرام. يدخل في هذا دخولا أوليا المخدرات والحشيش والدخان اللي يسمونه التبغ، هذا حرام أيضا. كذلك القات الذي يستعمل عند بعض الناس، يخزنون، يجلسون أغلب اليوم، لا يصلون ولا يعملون أي شيء، ويخدر أجسامهم، حرام. أشد من تحريم القات، أشد من تحريم التبغ، لأن ضرره أشد. كل هذه تضر بالأبدان والأخلاق وتؤثر في الجسم، وربما تؤول إلى الموت والأمراض المستعصية
نعم. مسألة، والأشربة كلها مباحة. هذا في الأطعمة التي تؤكل، وكذلك الأشربة الأصل فيها الإباحة، الأصل في الأشربة الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه لنجاسته أو لضرره كالخمر. وكل الأشربة الضارة محرمة. نعم. والأشربة كلها مباحة لأن الأصل إباحة، إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالضابط الإسكار، ولا ننظر من ماذا صنع، هل هو صنع من العناب أو من التمر أو من الشعير، ما ننظر إلى المادة التي صنع منها، ننظر إلى إسكاره، فإذا أسكر فإنه حرام بالكتاب والسنة، لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر، إلى آخر الآيات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، لقوله عليه: حتى ولو كان الذي شربه أو شيء قليل ما يسكر، هذا حرام ولو كان قليل، ولو نقطة، لأن كثيره يسكر، فما دام كثيره يسكر فقليله حرام. ما يقول الإنسان: بأخذ جرعة يسيرة ولا تسكرني، يقول: لا، حرام هذا، ما دام أنه يسكر كثيره فقليله حرام. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر، ولا ننظر إلى من ماذا صنع، خلافا للحنفية الذين يقولون إن حقيقة الخمر ما صنع من العنب، وأما ما أسكر من غير العنب فهذا لا يسمى خمرا، لكن يلحق بالخمر ويقاس عليه من باب القياس. نقول: لا، هو خمر لغة وشرعا، لأن الضابط هو الإسكار دون نظر إلى مادته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر، ولا قال من العنب. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم. رواه ابن عمر. وعن جابر رضي الله وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي الذي رواه ابن عمر، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. رواهما أبو داود والأكرم وغيرهما. وقال عمر: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والثمر والعسل والهند. وهي من العنب والثمر والعسل والحنطة والشعير. كلام عمر هذا رضي الله عنه يدل على أن الخمر هي كل ما أسكر من أي مادة صنعت، وأنها حين نزلت الآية وهي تصنع من العنب ومن التمر ومن الشعير ومن العسل، كانوا يصنعونها من هذه المواد، يضعونها ويخمرونها ويتركونها حتى تزبد وتشتد ثم يشربونها فتسكرهم. نعم. ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب. هذا رد على الحنفية اللي يقولون إن حقيقة الخمر هي ما كان من العنب، وأما ما أسكر من غير العنب فإنه لا يسمى خمرا حقيقة لغة، وإنما يقاس على الخمر، يقاس على الخمر بجامع الإسكار. والخمر عندهم يحرم قليله وكثيره، العنب، الخمر المصنوع من العنب يحرم عند الحنفية قليله وكثيره، أما ما كان من غير العنب فإنه يحرم كثيره فقط، أما ما لم يسكر فإنه عندهم لا يحرم. وهذا غلط، غلط كبير، هذا يفتح باب استعمال المسكرات، فلا يجوز هذا الكلام.
هذا غلط. نعم. مسألة: وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وهذا إجماع. الخمر هو ما اشتد وغلى وأزبد وأسكر من جميع الأشربة، لكن لو زال زبده واشتداده وعاد طبيعيا، عاد شرابا طبيعيا بنفسه، فإنه يحل، لأنه زالت الخمرية عنه، والحكم يدور مع علته، تحول من خمر إلى خل، تحول من خمر إلى خل. أما إذا عولج من قبل أحد وحوله أحد من خمر إلى خل فإنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إن عنده خمر لأيتام، لما حرمت الخمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عنده خمر لأيتام فهل يخللها، يعني يحولها إلى خل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأن الخمر الواجب إتلافها، المبادرة بإتلافها ولا يحتفظ بها، واجب المبادرة بإتلافها ولا يحتفظ بها. ساعة ما نزل تحريم الخمر بادر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فأراقوها في الشوارع وشققوا دنانها. نعم. وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وهذا إجماع، لأنه زال عنها المعنى الذي حرمت من أجله وهو الإسكار، وعادت إلى خل، والخل حلال. الخل معناه الماء يطرح فيه التمر أو العنب حتى يحليه، إذا وضع فيه عنب أو تمر صار الماء حلوا، فهذا يجوز إلى 3 أيام يشرب، وإذا زاد عن 3 أيام فإنه يراق ولا يشرب، لأنه مظنة أنه يسكر بعد ذلك. نعم. وإن خللت لم تطهر، لما روى أبو طلحة لم تطهر ولم تحل، لأنها خمر ولم تتخلل بنفسها، وإنما تخللت بفعل الآدمي. نعم. لما روى أبو طلحة قال: لما نزل تحريم الخمر كان عندي خمر لأيتام، فقلت: يا رسول الله أخللها؟ قال: لا، أرقها. هذا دليل على المبادرة في إتلاف الخمر وعدم الاحتفاظ بها. نعم. فأمر بإراقتها، ولو كان يحل تخليلها لما أمر بإراقتها، لأنه يكون إتلاف مال وتضيع على الأيتام، وذلك لا يجوز. نعم. فصل: والحيوان اسمان، بحري وبري. انتهى من الكلام على القسم الأول من الأطعمة، هو ما كان غير حيوان كالنباتات والثمار والحبوب والخضروات فواكه، هذا كله بيّن لكم الحرام منه وقال لكم الأصل فيه الحل، إلا ما استثني لنجاسته أو لضرره، كونه نجسا أو لكونه مضرا أو لكونه مسكرا أو مفترا أو مخدرا، كل هذه علل تقتضي التحريم. نعم. فصل: والحيوان قسمان، بحري وبري. البحري كله حلال، البحري معناه ما لا يعيش إلا في البحر كالحيتان والسمك وسائر حيوانات البحر، هذه حلال. نعم. فأما البحري فكله حلال، لا يستثنى منه شيء، حتى الميتة من الحيتان والسمك تؤكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، طهور ماؤه الحل ميتته، فيكون هذا مستثنى من قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة،
فتكون الآية مخصصة بميتة البر، أما ميتة البحر فإنها حلال. والسمك لا يذكى، السمك لا يذكى ولا يحتاج إلى تذكية، هو يموت من نفسه إذا أخرج من الماء، مات من نفسه. نعم. فأما البحري فكله حلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا عام، وهذا عام لكل حيوانات البحر وميتاته. نعم. إلا الحية والضفدع. حيتها. إلا الحية والضفدع لأنهما من الخبائث. إلا حية البحر، حية البحر فتحرم على المذهب، لأنها من الخبائث مثل حية البر، والصحيح أنها لا تحرم، وأن كل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال. الضفدع يحرم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، نهى عن قتل الضفدع، وما نهي عن قتله فإنه لا يحل أكله. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. نعم. وعن التمساح كذلك مما يستثنى على المذهب التمساح، وهو حيوان معروف يعيش في البر والبحر ويفترس، فيحرم لأنه يفترس ولأنه يعيش في البر والبحر لا يختص بالبحر. نعم. إلا التمساح لأنه يأخذ الناس وله ناء يجرح، فيدخل في قوله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، يدخل فيها التمساح. نعم. مسألة. وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع. وضع النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا لما يحرم من حيوانات البر، كل ذي ناب من السباع يفترس به كالذئب والأسد وكل ما يفترس الحيوانات أو يفترس الناس فإنه حرام لأنه سبع، وإذا تغذى الإنسان بلحم السبع يتأثر به ويكون طبعه مثل طبع السباع، ولأنه خبيث، لأن لحمه خبيث. وكل ذي مخلب من الطير، كل ما يصيد بمخلبه من الطير كالصقر والشاهين والباز فإنه حرام من الطيور، وكذلك ما يستخبث من الطيور كالذي يأكل الجيف كالحدأة والغراب، لأن تتغذى بالنجاسات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه يحرم أكله. نعم. وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرسه. وهو مذهب أكثر أهل العلم إلا المالكية. المالكية لا يرون تحريم ذوات الأنياب، لا، المالكية من أوسع الناس في أمر الأطعمة، من أوسع الناس في أمر الأطعمة، فلا يرون تحريم السباع، ويأخذون بعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يأخذون بالعموم، ولكن الأحاديث حجة عليهم، حديث هذا صحيح، حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم الحمر الأهلية، هناك أشياء حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم فتستثنى. نعم. لما روى أبو ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. نعم. قال ابن عبد البر هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته، وهذا نص صريح. وهذا ابن عبد البر رحمه الله من المالكية،
ومع هذا اعترف بصحة هذا الحديث والإجماع على صحته. نعم. مسألة: ويحرم كل ذي مخلب من الطير. كل ذي مخلب من الطير، يصيد بمخلب كالصقر والشاهين والبازي وكل ما يصيد بمخلبه. نعم. جوارح، سمى بالجوارح. وهي التي تعرف بمخالبها الشيء وتصيد بها. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرام عليكم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع. حمر الأهلية لأنها رجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أن تكفى القدور التي فيها لحوم الحمر، التي تطبخ فيها لحوم الحمر، فأكفأوها رضي الله عنهم. كانت في الأول مباحة ثم حرمت، فبادروا وأكفأوا القدور وهي تغلي بلحومها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواهما أبو داود. مسألة: وتحرم الحمر الأهلية، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. في غزوة خيبر أصابهم جوع، أصاب الصحابة جوع، فطبخوا من لحوم الحمر، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكفى القدور، وقال: إنها رجس، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني نجسة. وأذن في لحوم الخيل، الخيل من المباحات أنها طيبة، الطيبات، فأكلها حلال على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها حلال. ولحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أكله، دل على أنه حلال. نعم. مسألة: والبغال محرمة. البغال جمع بغل، وهو ما تولد بين الخيل والحمير، أبوه حمار وأمه فرس، هذا البغل، هذا حرام إلحاقا له بأبيه، لأن الحمار حرام، فهذا متولد بين مباح ومحرم، فيغلب عليه جانب التحريم فيحرم. نعم. والبغال محرمة لأنها متولدة منها، يعني من الحمر. نعم. والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم. نعم. قال قتادة: ما البغل إلا شيء من الحمار. وعن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمر، ولم ينهنا عن الطير. نعم. مسألة: وما يأكل الجيف من الطير. كذلك مما يحرم من حيوانات البر ما يأكل الجيف، تغذى بالجيف كالغربان والرخم غير ذلك من كل ما يأكل الجيف والنسور، هذه لا تصيد، ليس لها مخالب، ولكنها تحرم لأنها تأكل الجيف وتتغذى بالنجاسة، فيكون لحمها نجسا، فلا يأكل الإنسان من لحم النجس خبيث. نعم. وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرقم وغراب البين الأبقع. نعم. قال عروة: ومن يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق. أي نعم، خمس فواسق كان في الحل والحرم: الحدة والغراب والحية والفأرة.
فاسق يقتلن في الحل والحرام. الغراب والحدأة والفارة والعقرب والكلب العقور. نعم. فهي محرمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها فواسق وأمر بقتلها، وما يحل أكله لم يحل قتله بل يذبح. مسألة، يعني ما أمر بقتله يحرم، وما نهي عن قتله كالضفدع يحرم أيضا، لأن ما أمر بقتله فإنه يكون حراما. نعم. مسألة، ويحرم أكله وما أمر، وما يحل قتله لم يحل قتله بل يذبح. إيه نعم، لأن قتله إتلاف، لأن قتله إتلاف له، بل يذبح يعني يذكى. نعم. مسألة، ويحرم أكل ما يستخبث من الحشرات. كذلك يحرم أكل ما يستحبث من الحشرات كالجعلان والخنافس وسائر الحشرات، لأنها خبائث تستخبث، والله جل وعلا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومن الخبائث الحشرات بأنواعها كالخنافس والجعلان والعقارب وغير ذلك. نعم. ويحرم أكل ما يستخبث من الحشرات كالديدان والجعلان وبنات وردان والخنافس والفأر والأوزار والحرباء والحرباء والعظماء والجرادين والعقارب والحيات. كل هذه مستخبثات خبائث، ومنها شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كالحية والعقرب. نعم. لقوله سبحانه ويحرم عليهم الخبائث، وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه خبائث تنفر منها النفوس وتكرهها فهي محرمة. نعم. وهذه من الخبائث، وقال عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرام: الغراب والفأرة والعقرب والحداء والكلب العقور. وفي حديث مكان الفأرة الحية. نعم. ولو كانت من الصيد المباح لما أبيح قتلها للمحرم، لأن الله سبحانه قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا أيضا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم بقتل هذه الأشياء، فلو كانت من الصيد المباح لم يجوز للمحرم أن يقتلها، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا الصيد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فدل على أنها ليست من الصيد فهي حرام. نعم. ولو كانت من الصيد المباح لما أبيح قتلها للمحرم، لأن الله سبحانه قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال سبحانه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم. وكذلك القنفذ، لما روى أبو داود أن أبا هريرة قال يدخل في الخبائث القنفذ، هذا محل خلاف، لكن المذهب أنه يحرم لأنه من الخبائث تستخبثه النفوس، وكذلك النيص وهو كبير القنافذ حرام أيضا لأنه خبيث من الخبائث. نعم. لما روى أبو داود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة من الخبائث. نعم. مسألة، إلا اليربوع. اليربوع يحل ولا يكون مثل الجرذان حلالا، لأن اليربوع يأكل من الطيبات، يأكل من العشب ولا يأكل الخبائث، فهو طيب. نعم. يعني أنه مباح، لأن عمر رضي الله ولا يقال أنه من الحشرات بل هو من المباحات. نعم. لأن عمر رضي الله عنه حكم فيه بجفرة، لأن عمر رضي الله عنه حكم على المحرم إذا قتل اليربوع بجفرة وهي العنز الصغيرة، فكونه جعل فيه جزاء دليل على إباحته، لأن المحرم ليس فيه جزاء على المحرم إذا قتله.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. عمر جعل له مثيلا وهو الجفرة، أدل على أنه مباح وأنه من الصيد. نعم. ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد التحريم. ولأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل يدل على التحريم، واليربوع يبقى على الأصل لأنه يأكل من الأشياء الطاهرة. نعم. وعنه أنه حرام، هذه رواية ثانية في المذهب. نعم. أنه حرام لأنه يشبه الفأر. نعم. مسألة، والضب حلال. الضب حلال لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر من أكله، لكنه هو صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأنه ليس من عادة قومه الحجاز أنهم يأكلونه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تعافه نفسه فلم يأكل منه، وسئل هل أحرام هو؟ قال لا، ولكن ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. الرسول إنما تركه كراهية نفسية فقط لا تحريمية. نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة. ميمونة خالتهم، خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنهما. نعم. فأتي بضب محنود. محنود يعني مشوي. فقيل هو ضب يا رسول الله، فرفع يده. لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أهوى بيده إليه ليأكل منه، فلما قيل له إنه ضب أمسك، فقال خالد: أحرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أجدني أعافه لأنه ليس بأرض قومي. فأخذه خالد وأكله عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. نعم. فرفع يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. الإنسان إذا ما اعتاد الشيء يكرهه، وهذه الكراهة نفسية ما هي كراهة تحريم. نعم. قال خالد: فاجترأته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. نعم. متفق عليه. وقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكنه قدره، ولو كان عندي لأكلته. نعم. مسألة: ويباح أكل الخيل لحديث جابر وقد تقدم. أذن في لحوم الخيل، نهى عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل، دل على إباحتها. نعم. مسألة: ويباح الضبع. الضبع حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صيد هو قال نعم، دل على إباحته. نعم. فهو من الطيبات. نعم. لما روى جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبر، قلت: صيد هي؟ قال: نعم. واحتج به الإمام أحمد. نعم. وفي لفظ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبر فقال: هو صيد ويجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم. هو صيد، ووصفه بأنه صيد يدل على إباحته، هذه ناحية. والناحية الثانية أنه إذا قتله المحرم فإن عليه الجزاء، أدل على أنه من الصيد وأنه مباح. نعم. فقال: هو صيد ويجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم، رواه أبو داود. يعني يلزم من المحرم إذا قتل الضبع يلزمه أن يفدي بشاة لأنها تشبه الضبع. نعم. نعم. ما يفترس به. نعم. ما هنا شيء ما له ناب، لكن الشانب الذي يفترس به، ولا الأنياب كل الحيوانات وكل بني آدم لهم أنياب. نعم. بعض الذكاء يكفي.
الشيخ وفقكم الله، هل يجوز؟ وحتى لو قيل انه له ناب وانه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، لو كان داخل في هذا العموم يخصص بالأحاديث التي دلت على إباحة الضبع. نعم، يخصص بالأحاديث التي دلت على إباحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل الجراد مع العلم أنه يوجد بعض الناس يأكل الجراد؟ لا شك الجراد حلال بالإجماع، ما حد حرم الجراد، لأنه كان يؤكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الجراد مباح، ما أحد قال بتحريمه، لأنه من الطيبات ويتغذى بالأشياء الطيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحمار نجس بنفسه أي جلده؟ وهل على من يلمس الحمار الطهارة؟ الحمار محرم أكله، أما عرقه فإنه معفو عنه. عرق الحمار إذا ركبه الإنسان أو لمسه وهو فيه عرق وعلق بيده حلال، هذا طاهر معفو عنه من أجل إزالة المشقة عن الناس، لأنها لما كانت الحمر هي مركوب الناس ويستخدمونها في أغراضهم، فإنه يلزم من هذا أن يصيبهم شيء من عرقها، ولو كان نجسا لصار على الناس مشقة، فالله عفى عن ذلك. وإلا هو نجس، ما في شك الحمار نجس، لكن عرقه طاهر من أجل إزالة المشقة عن الناس. وإلا بوله وروثه و لعابه كله نجس، لكن يعفى عن ذلك للتخفيف عن الناس، يعني عن إذا أصاب الإنسان من ريق الحمار أو من عرقه يعفى عن ذلك من أجل إزالة المشقة عن الناس، ولا يلزمه غسل ثوبه. نعم. وما حكم أكل الحمار الوحشي؟ حلال، الحمار الوحشي حلال، لأن النهي عن الحمر الأهلية، أما الحمر الوحشية فهي من الطيبات يباح أكلها. نعم. وكانت تؤكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من الصيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إراقة الصحابة رضي الله عنهم للخمر في طرق المدينة، ألا تدل على أنه ليس بنجس؟ لأنه لو كان نجسا لأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. لا، ما يدل على أنه ليس بنجس، لأن الصحابة يتجنبون المستنقعات منها وما يخوضون فيها، إذا عرفوا أنه نجس تجنبوا. الشوارع يصير بها نجاسات من غير الخمر، يتجنبها الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الضبع قال بعض العلماء إنه الضويحي، فهل هذا صحيح؟ الوضيحي ما هو بالضبع، الوضيحي هو الحمار الوحش. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتم الآن في بعض البلاد الصناعية الحديثة استخلاص البروتينيات بالإضافة إلى عناصر أخرى غذائية من المخلفات الصلبة للإنسان ليعاد إضافتها إلى الأطعمة من جديد سواء للإنسان. إيش؟ يتم الآن في بعض البلاد الصناعية الحديثة استخلاص البروتينيات بالإضافة إلى عناصر أخرى. تستخلص من ماذا البروتينات؟ تستخلص من إيش؟ ها؟ جلود إيش؟ ها؟ جلود الميتة وجلود الخنازير ما يجوز هذا، محرمات، ما يجوز يؤخذ منها شيء، كل أجزاءها نجس. نعم. ها؟ أسمع. إذا كانت مذكات كل أجزاها حلال، مذكات حلال كلها، لحمها وكل أجزاها، أما غير المذكات
حرام. نعم. وما حكم ري الزراعات في مياه المجاري بدون معالجة؟ ما يجوز سقي الأشجار والمزارع التي يؤكل ثمرها، لا يجوز سقيها بالنجاسة، لأن هذا يكون في الثمر، نجاسة تدخل في الثمر، تغذى بها الثمر، يكون الثمر نجساً تبعاً لها. لا يجوز تسميد المزارع بالنجاسات، ولا ريها بالماء النجس، لأنه ينتج عنه ثمار نجسة خبيثة. نعم. لا إله. نعم. إيه. ولو هي مخططة ما تخالف، سواء مخططة أو ما هي مخططة، ما دامت وحش ويجوز أكلها. نعم. ولو كانت ما المتوحش طبعا، المتوحش منها طبعا، يعني اللي أصله وحش يؤكل، أما المتوحش منها بغير الطبع مثل حمار أهلي توحش، هذا يبقى على التحريم على الأصل. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يباع في أسواق المسلمين البيرة وفيها كمية من الكحول المسكرة، فما هي طريقة الإنكار على من يبيعها؟ لازم من إثبات أن فيها كمية من الكحول، إذا ثبت هذا فيجب منعها، لكن يقولون ما فيها كحول، وفيه معامل الجودة، وجهة حكومية تتولى في وزارة التجارة تتولى فحص هذه الأشياء والحكم عليها بأن فيها أو ما فيها. إذا كان فيها تمنع، وإذا كان ما فيها شيء يسمح لها. المقاييس، هيئة المقاييس والجودة هي المسؤولة عن ذلك، لكن من علم بشيء من هذا فلي ينبه عليه، يكتب للمسؤولين، يكتب للمسؤولين إذا تأكد من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بتخلل الخمر بنفسها، وما المراد بتخليل الغير لها؟ المراد زوال الإسكار عنها، تخللها زوال الإسكار عنها، وتعود خل وعصير كما كانت من قبل، إذا زالت عنها مادة الإسكار صارت خلا، لأن الخل معناه الماء الذي يطرح فيه العنب ليتحلى، يصير حلو يشرب، هذا مباح، إلا إذا أزبد واشتد فإنه يحرم، فإذا زال عنه ذلك وعاد إلى أصله صار حلالا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صيد الحيات والتدرب على استخلاص ما يضر الجسم منها وتناولها بحجة أنه قد يضطر إلى فعل ذلك مستقبلا، وكذلك باقي الحيوانات البرية المحرمة بنفس الحجة؟ إذا كان يصيد الحيات من أجل أن يستخلص منها دواء للدغ الحيات ما في بس، يعني الأطباء أو المعامل الطبية تصيد الحيات أو تعمد من يصيدها من أجل أن تأخذ منها مادة تضع منها دواء يعالج به الملدوغ، هذا لا بأس به للحاجة إلى هذا. أما اللي يصيد الحيات هواية ويبي يظهر للناس أنه جري وأنه هذا لا يجوز، هذا عبث لا يجوز، ربما يصل إلى الشعوذة، اللي يشعوذون على الناس الآن من هذا النوع، يصيدون الحيات ويستعملونها ويعملون حيل بحيث أنها ما تلدغهم، فيظن الناس أن هذا من كراماتهم على الله عز وجل، وأنه منع الحيات من أن تلدغهم، يعتقدون فيهم الولاية والكرامة، هذه شعوذة. أما من ناحية الطبية لا بأس، من ناحية الطبية لا بأس به. نعم. أكلها بعد نزع السم. نعم. أكلها بعد نزع السم.
حرام حرام هي ما تؤكل ولو نزع من السم، هي خبيثة نفسها جسمها خبيث، ما هو بالتحريم من أجل السم اللي فيها فقط بل من أجل لحمها خبيث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يعمل في المجال الزراعي مهندسة ويعالج زراعته بالهرمونات لكي تنضج قبل أوانها وزيادة حجمها وتحسين بعض صفاتها الزراعية، ولكن تبين له أن هذه المعالجة تسبب للمستهلك أمراضا مثل الإسهال والحساسية الشديدة، فهل يجوز له فعل ذلك رغم هذه الأضرار؟ لا يجوز ويجب أن يمنع، اللي يسبب أمراض الناس والمستهلكين يجب أن يمنع ويؤخذ على يده، حرام عليه أن يفعل هذا. هل من ناحية، والناحية الثانية أن هذا فيه غش، غش للناس حيث يظهر لهم الفاكهة والإنتاج أنه جيد وأنه صاحي بسبب هذه المعالجات، وهو ليس كذلك، ليس هذا حقيقة، وإنما هذا بسبب التزوير، هو حرام من ناحيتين، من ناحية الغش ومن ناحية الضرر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في أحد كتب السنة أن هناك حيوان بحري يسمى الجري. قرأت في أحد كتب السنة أن هناك حيوان بحري يسمى الجري، وأن الجري وأن على السنة والجماعة يأكلونه مخالفة لليهود، ولم أعثر لهذا الحيوان على تعريف مناسب، فما هو رأي فضيلتكم؟ من الحيوانات البحرية، الحيوانات البحرية يا أخي حلال كلها، أباح الله الحيوانات البحرية كلها، هذا بإجماع أهل العلم، إلا الأشياء التي استثنوها مثل الحية، حية البحر والتمساح، هذه التي اختلفوا فيها، أما غالب حيوانات البحر فهي حلال. نعم. سواء اللي يقول إنه الجري أو غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أكل قطط جائز؟ وهل قتلها جائز لما تخففه من الأذى في البيوت؟ القطط من الخبائث، لا يجوز أكلها، من الخبائث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر، دل على أنه من الخبائث، السنور. وأما قتلها فيجوز إذا كانت مؤذية، إذا كانت مؤذية ولا يندفع أذاها إلا بقتلها فإنها تقتل دفعا لأذاها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأصل أن كل حيوانات البحر حلال، فلماذا استثنى الحنابلة رحمه الله التمساح والضفادع والحديث حجة عليهم؟ استثنوها لمعان رأوها فيها، قالوا أن الحية تشبه حية البر فهي من الخبائث، هذا تعليلهم، لكن هذا ما هو صحيح، صحيح أنه حلال لأنها من من صيد البحر. وأما التمساح قالوا لأنه يفترس فيدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، لأنه سبع يفرس، وأيضا يعيش في البر، يعيش في البر وفي البحر، فلا يختص حياته بالبحر فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أظن أن أحد يأكل التمساح، أنا ما أظن أن أحد يأكل التمساح أبدا. نعم. ما هو من طبعها الافتراس، هذه ما هو من طبعها، وأيضا حتى لو قيل أنها تفترس فعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر يحللها. نعم. ما حكم أكل كلب البحر؟ كذلك على الخلاف، لأن يعني بعض العلماء يقول كل ما له نظير محرم في البر فإنه يحرم في البحر، كل ما له نظير محرم في البر فإنه يحرم في البحر، ولكن هذه القاعدة غير صحيحة، والصواب أن كل حيوانات البحر حلال والحمد لله. نعم. وفقكم الله، الباب الأطعمة مما يكثر فيه الخلاف بين الفقهاء، فيه خلاف كغيره من الأبواب، ما في شك فيه جزئيات اختلفون فيها، كما سمعتم الخلاف بين المالكية والجمهور، المالكية يتوسعون في الأطعمة، في أكل الحيوانات، حتى الحشرات ما تحرم عندهم،
أخذ بعموم الحل، بعموم الحل، وبقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فاستدلوا بهذه الآية على أن ما عدا ما ذكر فيها فهو حلال، ولكن الجواب أن هذه الآية نزلت في أول الأمر، نزلت في أول الأمر ثم حرم بعد ذلك أشياء فتلحق بها، حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فيلحق بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أخرج السمك من البحر حيا فهل يجب تذكيته؟ لا، ولا أحد يذكي السمك، يموت هو من طبيعته، يموت إذا خرج يموت. نعم. ولو ذبحه كافر غير كتابي لا يحل أكله؟ ما هو محل الذكاء، سواء ذبحه كافر ولا غيره هو حلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذبح الشاة المريضة التي لا يستفاد منها وفي إبقائها خسارة على صاحبها علما أن مرضها لا يرجى روحه؟ المذهب أنه لا يجوز ذبح الحيوان إلا لأكله، إذا كان يؤكل يذبح، أما إذا كان أو لأذاه إذا كان يؤذي، أما ما دامت ما تؤذي ولا وهو لا يريد أكلها ولا أحد يبي يأكلها فإنه يتركها، يتركها إما أن تبرأ وإما أن تموت ولا يذبحها، لأن في ذبحها إهدارا للمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الضابط في تصنيف الحشرات إلى خبيث وغير خبيث؟ ما فيه تفصيل، الحشرات كلها خبيثة، ما فيه تفصيل، كلها خبائث مستخبثات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤكل الصبندور لأنهم يقولون هنا أنه يؤكل؟ ما أعرف عنه شيء، ولكن هو لم يذكر فيما أعلم في المباحات، ويكون داخل في الحشرات، داخل في الحشرات، ما الذي يخصصه؟ نعم. ومثل الوزغ ومثل أم حبين ومثل كلها من الحشرات. نعم. فالذي يقول إنه حلال يحتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما نهي عن قتله يجوز التداول به من دون أن يقتل؟ هذا راجع إلى المحرم، لا يجوز التداول، النجس والمحرم لا يجوز التداول، بقوله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، المحرمات أو النجائس لا يجوز التداوي بها. نعم. نعم. السموم ما هي تترك سموم على حالها، تعالج وتركب مع أشياء وتستهلك، يجوز استعمالها عند الضرورة لأن هذه ضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه. نعم. لأن الذي لو ترك يموت، وإذا عولج بهذا المصل اللي يسمونه المصل قد يشفى بإذن الله، يكون هذا من باب الضرورات. نعم. الذي يكون داخل التمر هل يجوز أكله ويكون له حكم التمر؟ يعفى عنه، يعفى عنه لأنه تابع للتمر، يعفى عنه. نعم. فضيلة الشيخ، هل الوزغ يتاب قاتله وهل يجوز قتله؟ نعم. نعم، الوزغ مأمور بقتله وفي قتله أجر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل في أي مكان في الحرم وخارج الحرم لأنه مؤذي وضار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشباب يكثر من صيد الدبان إما لأكلها أو لبيعها، ووسائل صيدها تكون بإغراقها في الماء حتى تخرج أو بشكمان السيارة، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا التعذيب، لا يجوز، ولا يجوز صيدها وهو لا يريد أكلها، وإنما يريد يلعب عليها أو يروح بها للناس يجوعونها وتبقى يلعبون عليها، الناس ما هم بيأكلونها الآن، الناس ما يأكلون الآن لحم الغنم، كيف يأكلون الضبان؟ وإنما يأخذونها هواية للعب عليها وتعذيبها، فلا يجوز، يجب منع هذا الشيء. نعم. وإذا احتاج إليها وأراد أكلها
فإنه لا يعذبها، يذبحها ذبحا مريحا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحه. لا يجوز تعذيب الحيوانات لأنها تتألم كما تتألم أنت، ولا يجوز تجويعها ولا حبس الماء عنها. فقد دخلت امرأة النار بسبب هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلما ماتت الهرة بسبب ذلك دخلت هذه المرأة النار والعياذ بالله. نعم. قضية الشيخ فقدكم الله، هل يجوز أكل البغاء والبغض والصراد؟ الصراد منهي عن قتله، وما دام نهي عن قتله فلا يجوز أكله، والببغاء ما أعرف عنه شيء، لكن الظاهر أنه ما هو بيوكل لأنه نوع من الخبائث. نعم. الصراد اللي يصيد الطيور الصغار، الصراد طير يفترس الطيور الصغار، هذا الصراد. نعم. الهدهد منهي عن ذبحه، وما دام نهي عن ذبحه يحرم أكله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة والنحلة والهدهد والصرد، وما نهي عن ذبحه عن قتله فإنه يحرم أكله. نعم. يكفي، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.